خليني بقى اروح مع حضراتكم لموضوع في منتهى الاهميه. والحقيقه الموضوع ده انا بقوله وانا بشعر بحزن كبير جدا وتاثر بسبب الواقعه اللي اكيد جزء كبير من حضراتكم لو لم يكن الجميع تابعها على مواقع التواصل الاجتماعي، والخاصه بطفله هي طالبه في المدرسه. الطالبه دي اسمها بسمله في دمياط في احدى المدارس في الحصه بتاعه اللغه العربيه، المدرس الخاص بيها اختار من بين كل الجمل ومن بين كل الامثله اللي ممكن يدلل بيها او يشرح بيها الاعراب في اللغه العربيه، اختار جمله تكون الجمله دي مسيئه للطفله دي او الطالبه دي لمجرد ان بشرتها سمراء. اللي حصل مع الطفله بسمله، انا الحقيقه مش عايزه اعيد الجمله، انا مش عايزه اقول الجمله مره ثانيه، لان الجمله يعني رغم ان هي تبدو ان هي جمله عاديه لكن جمله مهينه. وانا يعني لا اتفق ابدا مع تكرار الجمله دي في وسائل الاعلام. في كل الاحوال هي الجمله فيها تنمر شديد، وهو المدرس اختار جمله يكون فيها اسم الطفله الطالبه بسمله مع وصف لون بشرتها الاسمر. يعني طبعا انا قادره اتخيل احساس طفله في سنها وهي يعني الفصل كله وكل زملائها بيتناولوا الجمله دي، يعني يكون هي دي الجمله المقرره عليهم في الفصل او يعني يمارسوا عليها او يتدربوا عليها في اللغه العربيه. طيب اللي حضراتكم شايفينه ده في الفيديو، دي سيده محافظ دمياط زارت الدكتوره منى، زارت الدكتور منال عوض عفوا، زارت المدرسه وبعد الواقعه طبعا والتقت بالطفله بسمله، حضراتكم شايفينها على الشاشه، وده طبعا محاوله من المسؤولين ان هم يعوضوا الطفله يحسسوها بان هي يعني مقدره من الجميع وكشكل من اشكال الاعتذار عن اللي اتعمل. الجميل في الموضوع ان هنا السوشيال ميديا ما سكتتش، اتكلمت على الموضوع وتناولته بشكل يعني مكثف علشان يتم تسليط الضوء على هذا الخلل. اللي انا مش قادره افهمه هو ايه اللي كان بيفكر فيه المدرس؟ يعني الحقيقه دي واحده من الحاجات اللي انا مشغوله جدا بيها. يعني انا نفسي اتكلم معاه الحقيقه واساله، يعني حضرتك من بين كل الامثله اللي ممكن تضربها على مبتدا وخبر وصفه، هي الجمله كانت بتتكون من مبتدا وخبر وصفه، احنا درسنا لغه عربيه وعارفينها يعني. يعني كان ممكن اضرب مثل باي جمله ثانيه. ليه اخترت الجملة دي اللي فيها يعني شكل من أشكال الإهانة؟ طبعا لون البشرة ده شيء يعني خلقة ربنا كلها جميلة وكلها رائعة، لكن الجملة في حد ذاتها في طفل بالسن ده وتركز على صفة من صفات ملامحه أو شكله بالطريقة دي، أنت بتجعل الطفل ده لقمة مستساغة في فم كل زمايله من الطلاب، ده انت بتشجع زمايله من الطلاب ان هم يتنمروا عليه. هو ده بقى اللي اسمه التنمر، هو ده اللي المنظمات الدوليه بدات تهتم بيه مؤخرا وتقول معا للوقوف ضد التنمر. تصرف غير مسؤول، تصرف غير انساني، غير مفهوم، مريض، ده اقل واكثر الاوصاف ادبا ممكن تتوصف بيها ما فعله المدرس اللي انا حقيقي نفسي افهم هو كان بيفكر في ايه لما اختار الجمله دي علشان يضرب بيها مثل او يعلم الطلاب بيها درس في اللغه العربيه. معنا على التليفون استاذ سيد سويله مكيل وزاره التربيه والتعليم بدمياط. استاذ سيد مساء الخير يا فندم واهلا بيك. مساء الخير يا زمرج ومساء الخير على الساده المشاهدين. يعني طبعا بنشكركم على تحرككم السريع، انه انا عارفه انه الواقعه احيلت للتحقيق، عايزه حضرتك كده تاخدنا في السياق التسلسل الزمني، تعرفته امتى وعرفته ازاي بالواقعه؟ هل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ولا في حد اتصل اشتكى لكم؟ والمدرس دلوقتي فين وبيحصل معاه ايه؟ خليني اقول لحضرتك، احنا اولا مربيين قبل ما نكون معلمين، وزارتنا وزاره التربيه قبل ما تكون تعليم طبعا، وده المفروض علينا كمعلمين، احنا بنربي اولادنا، والطالب او التلميذ بيقعد معنا اكتر ما بيقعد مع اهله في بيته، وواجب علينا احنا نعلم اولادنا الفضيله والاخلاق قبل كل شيء طبعا. اذا حصل خطا من المعلم فالخطا هنا مضاعف. يوم 23/10 الامر وليت الامر وبسمله المكتب، او حد هم بيقدموا شكوى بره في المكتب، فقالوا لي ده المكتب قال لي كذا كذا، قلت لا ده هاتهم لي في المكتب، وخدتهم واستقبلتهم في المكتب وعرفت ايه المشكله. وبعد ما عرفت المشكله على طول صدرت قراري بنقل لا. المدرس لا معلش انا يعني انا بعتذر لحضرتك، عرفتوا امتى الواقعه دي؟ في نفس اليوم من 23/10 يا فندم، في نفس اليوم اللي حصلت فيه الواقعة. اصل الواقعة حصلت على مرتين على مرتين هو كررها يعني
لا هو مش كررها بقصد، يعني هقول لحضرتك انا جاي لحضرتك بالتسلسل. في يوم 23/10 على طول لما جاتني بسمله ومامتها وباباها، وانا اعتذرت لبسمله في نفس الوقت، ورحت مشكل لجنه على الفور تنزل المدرسه تخلي المدرس استبعده من المدرسه ويتحل التحقيق. في اليوم التالي جات لي مامة بسمله وقالت لي انا بتنازل عن الشكوى بتاعتي لان المدرس اعتذر لبسمله في الطابور، وراح لبسمله البيت واعتذر لها. وبالتالي قلت له لا ده حقك، حقك انت ان انا مش هستبعده عشان اتنازلتي، لكن هو حق التربيه والتعليم لازم يحاسب على اللفظ اللي حصل يعني. وبالتالي الموضوع انتهى على هنا لغايه كده كويس. يوم السبت اخر النهار احنا ما عندناش مدارس، يعني في بعض المدارس منها مدرسه بسمله ما فيهاش تدريس في اليوم ده او مش فاتحه في اليوم ده. على موقع التواصل الاجتماعي بصيت لقيت فيه الخبر بيعاد بيكرر مره ثانيه. على الفور اتصلت بمدير الاداره ومدير المدرسه وقلت لهم انا عايز بسمله ومامتها وباباها يقول لي تاني ايه اللي حصل. استقبلتهم في المكتب يوم الاحد وقلت عرفتي برضو ايه اللي حصل؟ قالت لي ده هو ايه يا بسمله اللي حصل في الفصل تاني، او ايه اللي خلى يكرر الموضوع تاني؟ نزلت الموضوع وكان هو خد جزء في الموضوع الاولاني. فقالت لي ان هو بيكلم ولد زميلي اسمر في الفصل بيساله سؤال وقال له قوم جاوب يا سماره ولا هتروح تشتكيني لوكيل الوزاره. فهي خدت نفسها. ما هي دي دايما المشكله، انت عارف يا فندم، احنا حتى وانا طفله يعني انا عايزه اقول لك احساسي لما كنت صغيره لما كنا نروح نشتكي مدرس بيسيء لطالب انا بخاف ان هو يستعصبني من الاخر كده. يعني ما هو المدرس بياخدها بشكل شخصي وبيضع الطالب كانه عدو ليه لانه تسبب في اذيته، لان هو بيكون مدرس بيفتقر للمهنيه في عمله. بالظبط كده. فهو انا على طول على الفور في نفس الوقت طلعت قرار استبعاده من المدرسه وتحويل الشؤون القانونيه مره ثانيه، واعتذرت لبسمله وقعدت معاها وصورت معاها وقلت لها يا بسمله ان شاء الله في يوم حاجه الطابور الصبح ونكرمها ان شاء الله باذن الله كمان تكريم. سبقتني السيده المحافظه بقرار بنظام مفاجئ النهارده الصبح بدون علمنا وراحت المدرسه واعتذرت لاسمها، ونشكر الدكتوره منال عوض صحيح على صحيح. واحنا بنتابع الفيديو معاه. يعني استاذ سيد انا بس عشان اتاكد من حضرتك، تسلسل دلوقتي المدرس ده اصلا مستبعد من المدرسه لكن بيحقق معاه حاليا علشان هو قرر الواقعه مره ثانيه؟ النهارده كان في التحقيق، النهارده عندي في التحقيق وبعدت جبته كمان وسمعته الكلام اللي هو يعني ان احنا كمعلمين وازاي نربي وازاي نعلم وازاي نحافظ على الحفظنا ومخارج الكلام بتاعنا، لان احنا قدوه للطالب اللي قدامي، الطالب بالوطن الكلمه مش بنساها في حياته. اسمه ايه المدرس ده بعد اذن حضرتك يا استاذ سيد؟ نعم اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ولا حضرتك لا 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 اسمه سامي دياب، ده مدرس لغه عربيه عنده اسمه سامي دياب وعنده 56 سنه. طيب وانا استقبلته خاطر بقى النهارده هو بيتحقق معايا، جبته المكتب واتكلمت معاه كلام بقى اللي هو نظام تعليمنا ازاي ونظام نستقبل اولادنا ازاي وازاي نعلمهم ونحافظ على الفاظنا، وده اللي حصل بالنسبه لموضوع بسمله. والنهارده كمان السيد الوزير لسه هيبعت لها يكرمها او هيستقبلها في مكتبه كامل بسمله واسرته. ايوه انا طبعا بشكر حضرتك استاذ سيد سويلم وكيل وزاره التربيه والتعليم بدمياط على اليقظه وعلى سرعه الاستجابه، ونتمنى ان ده يكون الحال دايما في كل المواقف. انا معايا دلوقتي على التليفون الاستاذه منال الغريب، هي والده الطالبه بسمله. معانا يا استاذه منال؟ استاذه منال معانا يا فندم؟ استاذه منال حضرتك على الهواء. عليكم السلام. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. اولا احنا شرفنا ان حضرتك موجوده معانا لانه حضرتك نموذج مشرف لوليه امر ما سكتتش على حق بنتها واخدت موقف جريء. انا اعلم اولياء امور كتير بيقولوا البنت معلش يا بنت استحملي، معلش خلاص اسكتي بدل المدرس ما ينقصك في درجات اعمال السنه او يستقصدك طول السنه، لكن حضرتك وقفتي موقف مشرف. عايزاكي تحكي لي من وجهه نظرك كأم الموقف اللي اتحطت فيه بسمله. والله اي ام مكاني كان ممكن تعمل اكتر من كده، بس يعني سبحان الله وربنا نازل على قلبي الطمأنينه والسكينه ان انا اقدر اتصرف بحكمه ان انا اتوجه الى مكتب الاداره التعليميه واقوم بعمل مذكره شؤون القانونيه للاستاذ. وانا ما كنتش بصراحه متوقعه ان الامر هيبقى مستجاب بالسرعه دي. فسبحان الله ربنا يعني بفضل الله الموضوع كويسه جدا جدا للاداره التعليميه والشؤون القانونيه ان هم قدروا يحققوا في الواقع بنفسهم. حضرتك احنا كان معانا استاذ سيد سويلم وكيل وزاره التربيه والتعليم بدمياط وقال انه المدرس استبعد، انت شعورك ايه بعد ما المدرس خلاص حضرتك تعلمي ان هو استبعد من المدرسه يعني مش هيدرس لبسمله تاني؟
لا خلاص، هو كل واحد في منصبه عمل زي ما الاستاذ سيد سوي لما عمل مع بسمله، مش هيبقى في اي مشكله في البلد. لو كل واحد استغل منصبه استغلال صحيح، كل المشاكل اللي عندنا هتتحل ان شاء الله. فهي الحمد لله بفضل الله حقها رجع وزياده واكتر من كده يعني، مش بسمله خلاص يعني الحمد لله. ممتاز. وطبعا الدكتوره كمان منال عوض محافظ دمياط كانت موجوده النهارده، قولي لي شعورك لما جت واتكلمت مع بسمله ووقفت معاها وتصورت معاها وقدمت لها اعتذار بنفسها. والله يا حضرتها جت مفاجاه، انا كنت في المدرسه رايحه بالصدفه اصلا، هي مفاجاه وكنت طبعا ده شعور كويس جدا ادى الى رفع بسمله المعنويه. وطبعا بكل مره على مره بسمله تتكرم او تحس ان هي مسؤوله من دوله، فروحها المعنويه بترتفع اكتر واكتر. يعني انت يا استاذه منال شايفه ان حق بسمله رجع؟ الحمد لله الحمد لله. ممتاز. استاذن حضرتك ممكن نتكلم مع بسمله؟ ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا بسمله؟ الحمد لله تمام بخير. انت على الهوايه بسمله، انت عارفه كده مش كده؟ طيب بسمله، اول حاجه انا مبسوطه ان انا بتكلم معاكي دلوقتي، وانت ما شاء الله عليكي نموذج مشرف. انا بتفرج عليكي دلوقتي على الشاشه لان انت على خلق ومؤدبه واثقه من نفسك، وانت نموذج مشرف لكل زمايلك. احكي لي شعورك الاول في اللقطات اللي احنا شايفينها لما الدكتوره منال محافظ دمياط، وطبعا انت عارفه بقى منصب المحافظ ده منصب كبير جدا، لما جت واتكلمت معاكي واعتذرت لك وتصورت معاكي. انا والله ما كنت مبسوطه جدا عشان المحتوى، متشرفه جدا بيها، وكنت متشكره جدا وكنت بشكرها على اللي عملته معايا، وبشكرها جدا فعلا هي وكل الوزاره اللي هم جنبي وبشكرها. انا عايزاكي تكلميني من قلبك يا بسمله، يعني ما تعتبريش ان احنا عشان بنتكلم على الهوا والناس معاكي ما تتكلميش بشكل رسمي، كلميني من قلبك، كلميني كان انا واحده زميلتك في المدرسه. احكي لي اللي جواكي انت. انا فعلا والله فعلا مبسوطه جدا ان انا حقي رجع لي، وان هم فعلا وقفوا جنبي وساعدوني، وانا بشكرهم جدا عشان وقفتهم جنبي دي. انا بس انا بسمله انا بعتذر ان انا هسالك السؤال ده وعايزاكي تجاوبيني، بس انا بساله لسبب. انا عايزاكي تحكي لي احساسك لما المدرس كان بيقول الجمله او بيضرب بيقول البنت بسمله سمره، بيقول الكلام ده في الفصل وكررها قدام الطلبه، انت حسيتي بايه ساعتها؟ انا كنت فعلا زعلان، انا كنت اصلا ما كانش، لو هو كان قالها كده وعادي انا ما كنتش هقول حاجه، بس هو لما فضل يقومني وقعدني ويهزني قدامهم هم قعدوا يضحكوا عليا. قومك وقعدك ازاي بقى؟ احكي لي كده ايه اللي حصل؟ هو قعد بعد ما قال لي الكلمه ديت، قعد يقومني ويقعدني، يقومني ويقعدني، ويقول لي اقعدي اتهزي وقفي، اتهزي وقفي. بعد كده قعد يقول لي لما بطل العيطي بقولي لي، ولما قعدت اديت في العيطي قال لي والله العظيم لو بطلت عيطي طلعي على السبوره. انا لما عملت تاني قام قال لي هي الكلمه وقعتك قوي، هي الكلمه وقعتك. فهو قام ماشي. فبعد ما هو اللي حصل بقى واجينا واعتزلنا وخلاص، وماما رحلت نزلت وكده، اجى تاني كررها يوم الخميس مع زميلتي برضه، بيقول لها ارمي الزباله، هي بتبص لها قال لها انا مش عارفك رايح تشتكيني. هم زمايلي بيبصوا عليا عشان هم عارفين ان هو بيتكلم عليا انا. ف وبرضه واحد تاني اسمه حسن اصلا زي كده، قام قال له امي يا امي يا سماره ولا هتروح تشتكيني، اوعى تروح تشتكيني. فبعدين لما قعدت اعيط بقول له هو في حد زعلك؟ هو بيبصلي بس بيقولها بضحك، هو في حد زعلك؟ في المروح لما انا سبته قام جنبي لي تاني، قام قال لي لو في حد مزعلك قولي لي وياخدك بالعربيه ونروح نشتكي. قلت له لا مفيش حد وسبته ومشيت. فجيت في المروح بقى بعد ما طلعت من المدرسه لقيت شويه صبيان ماشيين ورايا وقعدوا يشتموني وقالوا لي انت جايه من الصومال، وقعدوا يهزقوني عشان هم لسه قدام يديهم مفسر. هم يعني قولي لي يا بسمله، زمايلك في حد من زمايلك كان بيضايقك بعد الكلمه دي اللي اتقالت لك؟ او حد اشترك او ضايقك بكلام؟ يوم الموقف ده هو قال لي اللي هو حسن دوت في يوميها يوم الخميس لما راح مشوا ورايا شويه صبيان وقعدوا يقولوا لي انت جايه من الصومال، وقعدوا يشتموني قدام صحابي. مين دول؟ مين اللي عملوا كده دول يا بسمله؟ انا اسفه اعلي صوتك شويه. مين اللي قالوا لك كده يا بسمله؟ فوز كانوا ماشيين ورايا.
انا مش سامعك كويس. طيب دول زمايلك، دول مجموعه زمايلك. طيب بسمله، انا عايزه اقول لك حاجه، اسمعيني اسمعيني يا بسمله كويس. اول حاجه انت جميله جدا، انت زي القمر. تاني حاجه انت جمال الانسان في روحه، انت روحك حلوه. اولا انت جريئه واثقه في نفسك، ودي اهم حاجه، وهتبقي متفوقه دراسيا، وعايزاكي تذاكري كويس، وعايزه كل حد من زمايلك اتريق عليكي تجيبي درجه اعلى منه، وعايزه تثبتي للناس كلها ان انت هتكوني احسن واحده في الدنيا، ومش عايزه اي موقف ياثر فيكي لا ده ولا غيره، وخليكي واثقه جدا من نفسك. انا شايفه صورتك دلوقتي، انت فعلا نموذج مشرف، والموقف ده انا شايفه انه ما اثرش فيكي ولا 100 موقف زي ده ياثر فيكي. انا عايزاكي تكوني واثقه من نفسك، وتثبتي للكل ان انت قد المسؤوليه. وهنرجع نتكلم معاكي تاني اخر السنه، ونشوف درجاتك، وان شاء الله تطلعي الاولى على المدرسه. وعد يا بسمله الله. هتطلعي الاولى على المدرسه ان شاء الله، مش التانيه. ماشي، قولي لي اوعدك. اوعدك هنذاكر كويس. ها انا مبسوطه جدا اني اتكلمت معاكي يا بسمله، وبشكرك والحقيقه جدا بالكلام. شكرا ليك يا بسمله. شكرا يا حبيبتي، باي باي. اعتقد انه الكلام اللي حضراتكم سمعتوه من بسمله، وانا اصريت انه انا اسالها عن احساسها وقت لما كان المدرس بيتنمر عليها، وهي قالت كمان تفاصيل يمكن ما اتقالتش على السوشيال ميديا، ان المدرس قعد يقومها ويقعدها، يعني كان بيستهزئ بيها. يعني هي المدرس اخذها ضحيه، او اخذها كبش فدا، او يعني مش كبش فدا، اقصد ان هو بدا ان هو يتلاعب بيها قدام زمايلها في المدرسه لسبب انا اجهله، يعني قد يكون المدرس هو نفسه يعلمه. في كل الاحوال ده احساس الطالب اللي هو طفل صغير لما حد بيتريق عليه، فما بالك المدرس بتاعه قدام كل زمايله. اعتقد انه النموذج ده يخلي اي مدرس يتقي ربنا ويراعي ربنا في المسؤوليه اللي ربنا حطها في رقبته قبل الاهالي والمدرسه، ان هو يخاف على مشاعرهم، وان هو ما يعرضهمش لموقف سخيف ممكن يسيب علامه في شخصيتهم للابد.